السلام عليكم البنات، واش راكم؟ لاباس؟ غايه الحمد لله، انا راني بخير ان شاء الله. نتوما تكونوا تاني بخير ويلقاكم الفيديو هذا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه بنينه خفيفه هايله، لي زيكلير كيما راكم تشوفوا روعه، مقادير مضبوطه ومقادير سهله وموجوده في كل بيت. على بركه الله نبداو في المقادير. وهنا راح نقول لكم المقادير اللي يجوا في لي زيكلير تاعنا تاع اليوم. هنا نحتاجو بالكاس هذا اللي راني درت به الفرينه، كاس ونص ماء كيما راكم تشوفوا، درتو في كسرونه كاس ونص ماء. نحتاجو بالكاس اللي كيلنا به الماء كاس فرينه، كاس الا ربع زبده كيما راكم تشوفوا، مغرف كبيره سكر، مغرف صغيره فانيلا، مغرف صغيره تاع قهوه فانيلا، وقرصه ملح، وثلاث حبات بيض. بسم الله على بركه الله نبداو في الوصفه تاعنا. نحطو الزبده هذه تاعنا في الكاسرول مع الماء هذاك اللي حطيناه، نزيدو معاها مغرفه تاع السكر كيما راكم تشوفوا، نزيدو معاها القرصه تاع الملح، نزيدو معاها مغرف صغيرة تاع فاني كيما راكم تشوفوا. نحطو المكونات على النار حتى دوبنا الزبدة تاعنا. شوفوا داخل، وهنا بعد ما ذابتنا الزبده تاعنا نحيوها على النار ونطفيو هكذا كيما راكم تشوفوا، ونضيفو الكاس تاع الفرينه كيما راكم تشوفوا هكا، ونحركو مليح هكا. نحركو مليح ونحوها من فوق النار، ما تخلوهاش فوق النار في المرحله هذه، نحوها فوق النار ونبداو نحركو مليح، نحركو حتى تخلط العجينه تاعنا مليح. كيما راكم تشوفوا وهنا بعد ما خلطنا العجينه تاعنا مليح، نعاودو نشعلو عليها النار كما راكم تشوفوا، ونعاودو نحركوها فوق النار مليح. حتى تولي تلصق لنا في الكاسرول كما راكم تشوفوا هكذا. كي تولي تلصق لنا في الكاسرول نحيوها من فوق النار ونخليوها تبرد. هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا، ومن بعد نطفيو ونحطوها تبرد كيما راكم تشوفوا هكا، نخلوها تبرد ونعود بعد قليل. وهنا بعد ما بردت العجينه تاعنا نضيفوا لها البيض بالوحده كما راكم تشوفوا، البيض تاعنا نضيفوا بالحبه هكذا. بسم الله
هكذا، نضيفو بالحبة ونخلطو مليح، ندخلو البيض مليح مليح. كيما كتشوف ندخلو البيض مليح في العجينة هكذا كيما كتشوف. بعد ما نشوفو البيضة الأولى دخلت مليح في العجينة، نضيفو البيضة الثانية هكذا. وهنا نضيفو البيضة الثالثة كيما كتشوفو هكذا، ونحركو مليح هكذا. وهنا بعد ما تحصلنا على القوام هذا كيما راكو تشوفو، نجيبو السنيوة تاعنا هكذا، نحطو فيها بابي كويسون ونجيبو طاس كيما هذا، نحطو فيه لابوش تاعنا كيما راكو تشوفو، وفيها المول هذا اللي راكو تشوفو فيه هكذا. هذه الطريقة تساعدنا بزاف باش نعمرو العجينة تاعنا وما تغبلناش كيما راكو تشوفو هكذا 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 هكذا. وهنا كيما راكو تشوفو بعد ما عمرنا لابوش تاعنا العجينة كامل عمرناها هنايا، راكو تشوفو حطينا السنيوة تاعنا درنا فيها بابي كويسون، وشعلت الفور تاعي من تحت والفوق على 180 درجة كيما راكو تشوفو. هنا نبدو نشكلو في العجينة تاعنا عفوا هكذا. وهنا كيما راكو تشوفو نقعدو نشكلو في العجينة تاعنا هكذا. وهنا بعد ما شكلنا الحبات تاعنا، نجيبو صفار بيض كيما راكو تشوفو، نديروه على الوجه باش يعطينا اللون الاصفر الذهبي هكذا كيما راكو تشوفو هكذا.
وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما كملنا البيض لي زيكلير تاعنا ندوهم نحطهم في الفرن اللي كنا شعلناه على 180 درجه. وهنا بعد ما حطينا لي زيكلير تاعنا يطيبوا جينا نحضروا لا كريم باتيسير. واش نسحقوا فيها لا كريم باتيسير؟ نسحقوا كاس حليب كما راكم تشوفوا هكذا. نسحقوا زوج مغارف كبار تاع السكر هكا وش، ونسحقوا مغرف ونص مايزينا. خلطوا هاد المكونات كامل مليح كيما راكم تشوفوا هكذا. من الاحسن تخلطوا بلا فويت، انا درت المغرف هكذا كيما راكم تشوفوا، ونحطوهم على النار ونبداو نحركو. وهنا كما شفتوا بعد ما وجدت الكريمه تاعنا ضفت لها شويه من لوغو كراميل ليكستري كراميل كما تشوفوا، قطره واحده برك ماشي بزاف، ما تكتريش هكذا، وتحركي مليح هكذا. هكذا كما تشوفي اختي الكريمه، ونعود بعد قليل. وهنا كما راكم تشوفوا النتيجه النهائيه، ان النتيجه اللي كما طيبنا لي زيكلير تاعنا، شوفوا الله يبارك، شوفوا محمرين، شوفوا الله يبارك، شوف لون رائع. والان نجيبو موس كما راكم تشوفوا مدرج هكا، ونفتحو ونديرو الكريمه اللي كنا حضرناها من قبيل هكا كما راكم تشوفوا. وهنا بعد ما حشيت لي زيكلير تاوعي بالكريمه، درك جبت الشوكولا هذه اوبتيلا. انت واش عندك شوكولا؟ انا عندي اوبتيلا، هذا المتوفر عندي في البيت، راح نزين بها من الفوق كما راكم تشوفوا هكا هكذا هكذا هكذا. هكذا كما تشوفي سيداتي، وهنا كما شفتوا الشكل النهائي تاع لي زيكلير تاعنا، خفيف بنين هايلين. نتمنى انكم تجربوهم وتقولوا لي في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا لي جيم وديروا لي اشتراك وتخلوا لي كومونتير تدعموني وتحفزوني به. المهم اتهلا في رواحكم الى فيديو جديد ان شاء الله.